الجلسة التالية ستركز على التنمية المستدامة والابتكار في القطاع العقاري. لماذا من المهم الحديث عنها اليوم؟ لأن قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات مسببة للتلوث في العالم، وبنفس الوقت من أكثر القطاعات صعوبة بتقليل أو إزالة الانبعاثات منه. بحسب الأمم المتحدة، هذا القطاع اليوم مسؤول عن 37% من الانبعاثات الكربونية، ومع الطفرة العالمية في البناء وخاصة مع التوجه نحو السكن في المدن، العالم يضيف كل 5 أيام مباني تعادل حجم مدينة باريس. لذلك من الضروري جداً إيجاد حلول سريعة لجعل القطاع أكثر صديقاً للبيئة إذا أردنا الوصول إلى صافي انبعاثات بحلول العام 2050. نناقش هذا الموضوع مع أحد أهم الوجوه العقارية في المنطقة، السيد محمد عبار، مؤسس شركة أعمار العقارية وإيجل هيلز. نسأله عن تجربة شركته في هذا المجال، وأكيد سوف نسأله عن رأيه في الفرص العقارية حول العالم. رحبوا معي بالسيد محمد العبار. سيد محمد، اهلا وسهلا فيك. يا مرحبا. انا بس عرفتك بالتايتلز متعلقه بالقطاع العقاري، ما في وقت انا اعرفك بالتايتلز الاخرى. سيد محمد، الى اي مدى الاستدامه اليوم هي اولويه في مشاريعكم القائمه وفي المشاريع التي يتم بناؤها؟ صح، اذا كنا امينين يعني وما نضحك على بعض، لازال هذا الموضوع صعب. موضوع السستينابيليتي موضوع صعب، الناس تتكلم وتحلم، ولكن لازال استخدام الإسمنت هو المهم وهو الأهم. لازال استخدام البلاستيك في عملنا مهم، يعني فلذلك بعض الأحيان يعني أنا أضحك أقول والله الغرب اشتغل 200 سنة في المجال الصناعي، في المجال الزراعي، في المجال العقاري، وبنى مدن، ولما جاء دورنا نحن طلعت علينا هالقوانين أن والله هذه الدولة ولا هذه المدينة not environmentally free, يعني they don't care ولا ما يهتمون بالطبيعة. فأنا دائما أقول والله أخي أنتم الحين إذا صاركم 200 سنة تبنون ووسختوا العالم هذا كله، الآن دوركم أنتم ما تسوون ولا شيء، ودورنا إحنا الحين نبني، أعطونا 200 سنة وبعدين نتفاهم، نكون صريحين مع بعض. فلذلك أنا بعض الأحيان يعني هاي القوانين الدولية، طبعا أنا مؤمن بأهمية الطبيعة ومؤمن الحفاظ على الطبيعة 100%، ولكن يعني لما أفكر فيها أقول والله التايتانيك أول ما أبحرت 1912، فلذلك الديزل في البحر والكهرباء شغال فيها والبلومينج يرميه في البحر، والطيارات أول ما طارت الطيارات أفتكر 1914. طبعاً الطيارات نحن ما نطير الطيارات ولا عندنا طيارات ولا شفنا طيارات، هم يطورون ويروحون ويجون، خربط الدنيا خربطة. لما جاء دورنا نحن طلع علينا كل شيء ممنوع ولازم تلتزم بهالنظام، طبعاً لازم نلتزم، ولا أعتقد في مؤسسات في العالم عندها الحل صراحة. ولكن الموضوع هذا فيه كلام أكثر بكثير من التطبيق في نظري أنا. بس في حلول ممكن اللجوء إليها في الوقت الراهن، مثلاً الطاقة النظيفة هل تستخدم في مشاريعكم؟ بأمانة الحلول بأمانة ما بتستوي إلا بالقوانين الحكومية، سواء كان قوانين لها علاقة بالضريبة أو قوانين تساعد بأنك أنت تعطي دعم، ولكن كذلك في دول تقدمت أكثر من الغرب، هي الصين. فالصين بدأت تنتج صراحة، يعني عمران مطابق وصديق للبيئة، ولكن لو نظرنا لعملنا الحالي نحن لازلنا مسرفين في موضوع، حتى نحن ما نقدر نتخلص من الإسمنت، ولكن لازلنا مسرفين في الكهرباء، لازلنا مسرفين في الماء، لازلنا مسرفين في اللاندسكيب.
فأعتقد لو نحن نرجع بس نراجع ونحن داخلياً نراجع هالأمور بحيث أن كوننا كيف نحن بس على الأقل نقلص هالإدمان الموجود عندنا. وزايد مثل ما غطت العربية أن نحن إن شاء الله بدأنا ننتج أول مبنى في الصين بحيث أن إن شاء الله خلال 6 شهور نبدأ تركيبه في مدينة أبوظبي اللي هو بيكون 100% recyclable، نقدر نعيد استخدام المبنى مستقبلاً، ومعمول طبعاً من الستينلس ستيل، وكذلك نقاءة الهواء اللي داخل الشقة تقريباً 100 مرة أحسن من الهواء خارج الشقة. هناك في توفير في الطاقة ما بين 90 إلى 100%. كذلك هناك موضوع الغبار هو أكبر مشكلة، فصفر لموضوع الغبار، صفر لموضوع الأصوات، لأن ما في العازل جيد، وعدم وجود الإسمنت يساعدنا في أمور كثيرة. وزايد أن المبنى يتصنع في المصنع بالكامل أو يتركب خلال يعني 15 دور، أعتقد ممكن نركبها خلال شهر، بس نحن نركبها خلال تقريباً 5 شهور. في تكاليف إضافية عليكم؟ هذا السؤال مهم. حالياً التكلفة تقريباً نفس الشيء، ولكن أنا في نظري أن هذا لا زال في البداية، فتصوري شو بيصير في التقنية هاي خلال مثلاً 5 سنين، أو إذا صار بدل نحن نعمل مبنى واحد نعمل 40 مبنى، فتلقائياً التكلفة بتتغير، التكنولوجيا بتتغير، بصير أحسن وإن شاء الله أسرع وأوفر. طب بالتالي هل أنت مستعد لاستخدام هذه التقنية في مشاريع أخرى؟ وهل ممكن استخدامها بمثلا الفلل الفاخرة؟ نعم. أم هي ممكن استخدامها مثلا فقط في المباني؟ صح، شوفي حاليا نحن نحل مصيبتنا تدريجيا، فأكثر البناء هو في العمارات، فإذا قدرنا نحن على الأقل نحل 50% من المشكلة ممكن ننزل للفلل سابقا مستقبلا. أما موضوع أن مدى نجاح هذا الموضوع، إذا نحن صممنا البيت لاحتياج الزبون بكل ما هو مطلوب فيه ما بيحس بالفرق، ولكن بيحس بالتوفير في الطاقة، بيحس بالتوفير في نقاء الهواء وصفاء 100 مرة أكثر من الهواء اللي برا، خصوصاً نحن عندنا مشكلة الغبار في منطقتنا. فزائد أن إذا أنت من الناس اللي مهتمين بالبيئة، طبعاً أولادنا الصغار كلهم مهتمين بهالموضوع، فتلقائياً لازم نشجع هذه المبادئ. سيد محمد، حتى يعني في مواد بناء صعب كتير الاستغناء عنها، الكونكريت، الألومنيوم وغيرها، حتى في طريقة أنه تكون أكثر استدامة أنه نتأكد أنه هذه المواد معاد تدويرها، أو حتى طريقة إنتاجها هي بطاقة نظيفة. هل أنتم يعني هذه منفتحين على هذا الخيار مثلاً؟ نحن نظرنا لخيارات كثيرة خلال 5 سنوات اللي مضت. شركة برود في الصين طلع عندها أحسن خيار، اللي هي البيوت اللي هي المباني اللي ممكن تطلع ل 30 دور 15 دور وفيها قدرة على أنك أنت تعيد استخدام المبنى بالكامل، وفيها توفير للطاقة، وفيها صفر استخدام للإسمنت. طب ماذا عن مواد البناء الأخرى أيضا صديقة للبيئة؟ بايوماس، مواد حيوية ممكن تساعد بموضوع امتصاص الحرارة. عندك الخشب، عندك البامبو، أيضا من المواد اللي ينصح استخدامها لتخفيف الانبعاثات. أنا متأكد في السعودية أكيد في مصانع، في أبوظبي في مصنع اللي هو يجمع كل سعف النخيل يعيد تدويره إلى ألواح، عملنا منه بيوت للسكن الاجتماعي، كانت تجربة صراحة رائعة وناجحة. لكن مشكلتنا احنا ان لو نعمل بيوت من الخشب، بعد اهلنا متعودين على الكونكريت، متعودين على البيت من هالنوع، ولكن على الاقل نقدر نحل السكن الاجتماعي في هالنوع، في المواد هذه المستخدمة. ممكن يستخدمون الالواح هذه في الديفايدرز الموجودة، تقسيم المكاتب كمثال، نستخدمها نحن بعض الاحيان الالواح هذه في التقسيم ما بين الشقق في المباني، فتلقائيا في تطور. في خيار ثاني ايضا انتم بلشتوا جربوه، هو خيار 3D printing. نعم. مفروض انه يخفف من الانبعاثات. تم طباعة فيلا في مشروعكم Arabian Ranches في دبي، ماذا تخبرنا عن هذه التجربة؟ والله كانت تجربة صعبة وفاشلة،
لماذا؟ ما المشكلة؟ أولاً البيت جميل 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 صراحة، هذه يمكن الشباب شافوه في الأخبار صراحة، لكن 3D printing لازم مثل الموضوع، والله نهتم بالإنفايرمنت، موضوع جديد. البرينترز هذه تخرب في اليوم 5 مرات، فموضوع البرينترز لازال جديد، القطع عيار جديد، التكنولوجيا جديد، زائد أن هي بطيئة جدا، زائد أن لا زالت تستخدم الإسمنت، زائد أن لما تعمل الجدران يعني لازم أنت تقدر ترجع وتعمل عليها بلاستر عشان تخليها سموث. للآن ما في حل للسقوف، فتعمل طباعة الجدران ولكن ترجع مرة ثانية وتعمل لك مثلا ساندويتش بانل على الروف، فالتكلفة طلعت علينا مع إصلاح الجدران، لأن احنا ربعنا وهلنا كالشيخة ما يبغي جدار ال 3D، فلذلك نضربه بلاستر وبينت. طلع إذا نحن الفيلا العادية تكلفنا، خلينا نقول والله 5000 المتر، هذه كلفتنا طبعا عملناها صراحة جميل جميل جدا، كلفتنا قرابة 1000 10. إذا كانت بالمتر، آسف أنا أترجم من القدم للمتر، إذا المتر ب5000 طلع علينا المتر ب10000. ولكن مشكلتنا بجانب التكلفة، مشكلة أن البرينترز لا زالوا في البداية، ولكن مستقبلا ممكن الموضوع هذا يمشي، بس يحتاج وقت. يعني خطة دبي اللي كانت وضعتها أنه 35% من المباني من المفروض تكون 3D printed بحلول العام 2030، يجب إعادة النظر في هذه الخطة. أنا أشوف الموضوع صعب لأن التكنولوجيا ما تقدم، بس في شركات مستثمر كثير في 3D printing، نحن مستثمرين كذلك، ولكن التحسن طفيف. سيد محمد، أيضا في خيار آخر هو بيعتبروه من الأكثر خيارات قيمة في موضوع الاستدامة في البناء، هو خيار تحويل مباني قائمة إلى مباني جديدة. صح. هل أنتم يعني تفكرون بهذا الخيار؟ والله نحن بطبيعة عملنا نحن نملك أراضي ونبني في الأراضي، ولكن كلام صحيح، يمكن العمل اللي صاير في بعض المناطق في جدة مثلا هذا عمل مميز أنا في نظري، أن إعادة إحياء هذه المباني. عندنا في مدينة دبي مثلا القسم القديم من مدينة دبي يعني شيء رائع، فطبعا هذا على السلطات المختصة الموجودة، لأن هي اللي تملك أغلب المناطق القديمة في المدن، بيكون والله شيء جميل. طبعا لو ننظر للدول الأوروبية، كثير من المباني القديمة إعادة تأهيلها، الناس لو تنظر مثلا لبعض المناطق القديمة في نيويورك مثلا إعادة تأهيل كذلك، لكن بالنسبة لشركتنا نحن لا، ما حاليا ما نأهل، لأن أغلب ممتلكاتنا أراضي ونعيد البناء ونبدأ البناء من جديد. هو بنيويورك مصانع بيتحول لمساكن. نعم صح وغيره. صح. طيب إذا أردنا يعني أن نتحدث الآن عن دور الحكومات في دعم المطورين للتحول الآن بشكل عام، غير موضوع الـ 3D printing، اليوم حلول الاستدامة برأيك كم ترفع التكاليف عليكم؟ هل العميل قادر أن يتحمل هذه التكاليف؟ وهل المطلوب أن الحكومات تدعم في هذه المرحلة من أجل تسريع العملية؟ أنا أعتقد أن إذا ما كانت هناك قوانين من الحكومة تحط ضغط على المطورين للعمل في هذا المجال، ما أعتقد بيكون في تحسن في هذا المجال. فالكل اللي يهتم بالأمور هذه، وأنا مهتم فيها كذلك، لذلك أنا كنت أدور من 5 سنين في الصين وفي أمريكا كذلك، أنه الحكومات تقدم تقول والله أنت أمامها 5 سنين، خلال 5 سنين تبحث وتوجد حلول، بعد 5 سنين والله 10% من بنائك لازم يكون صديق للبيئة، وبعدها 5 سنين كذلك تدريجيا، ولكن كذلك الحكومات تبدأ تبص على بعض تقول تاخي مين اللي بدأ، ولا في طريقة إلا هذه. فلذلك أنت تضغط على المؤسسات وعلى الأفراد أن نحن نفكر وننظر ونوجد حلول ونستخدم مواد صديقة للبيئة. بس ما عندك تقدير مثلا تحويل اليوم مشروع قائم، هل ممكن تحوله تجعله أكثر صديق للبيئة؟ قد بيرفع هذا الشيء من تكلفة؟ أنا مثلا في نظري أن إحنا لو نظرنا للمناطق السكنية اللي نحن نبنيها،
بدأنا مثلا نحن نقلل من عدد الشجر عشان يقل علينا الإيريجيشن، نقلل الإضاءة عشان نوفر فيه التكلفة ونوفر فيه كذلك الطاقة الكهربائية. نفس الشيء في تصاميم البيوت ننظر هالمواضيع. فأنا أعتقد لو نعمل على الأقل بداية، ونحن توجهنا موجود في إعمار حاليا وننفذه، على الأقل اهتماما بالبيئة، نوفر، نقلل التكاليف، نحترم البيئة في صرف الكهرباء وصرف الماء وكذلك في الشجر. سيد محمد، دعني أنتقل إلى موضوع آخر. اليوم نحن متواجدين في السعودية، وأنتم لديكم تواجد في المملكة من خلال إعمار المدينة الاقتصادية، الشراكة مع إعمار المدينة الاقتصادية. ما هي الخطط لديكم داخل السعودية؟ طبعاً بسبب تواجدنا في السعودية في جدة وفي كذلك مدينة الملك عبد الله، وأنا في اعتقادي يعني بسبب السياسات الواضحة في المملكة العربية السعودية، سواء كان في قطاع الغيار أو قطاع آخر، لابد من الاهتمام والنظر في المملكة العربية السعودية بجدية. طبعاً إحنا في مجال مراكز التسوق عندنا اهتمام، في مجال الفنادق عندنا اهتمام، كذلك عندنا ما شاء الله الحين فندقين تحت البناء في المملكة. فندقين عندنا فندقين حالياً. إيه حالياً. في جدة؟ لا، في عندنا في الرياض. في مكة عندنا فندقين كذلك، ولكن أنا أعتقد السعودية تحتاج أكثر. نفس الشيء في القطاع العقاري، التضاريس السعودية فيها السهول وفيها المدن وفيها الجبال، كذلك الواحد يعني لازم ينتبه لكل الأمور، ولكن كذلك أنت عندك سياسة حكومية تبني كل البنية التحتية، سواء كان للنمو الاقتصادي اللي هو بيساعد مشاريعك، أو النمو السياحي اللي كذلك له مردود على عملك، أو السياسات الحكومية بصفة عامة والقوانين اللي هي لها مردود مباشر وغير مباشر على نمو العمل عندك. فننظر الآن نحن في استثمار إن شاء الله، يعني خلال شهر إذا قدرنا ننتهي قد يصل الاستثمار بمشروع قيمته 6 مليار ريال سعودي إن شاء الله. استثمارات جديدة ب 6 مليار ريال. نعم. سعودي أين؟ نعم، في العقار. في العقار، لكن في مجال يعني الفنادق والاستجمام. فيك تعطينا معلومات أكثر؟ لا. هذه ممولة بالكامل من عمار؟ هذه بتكون مع شركتنا في أبوظبي إيجل هيلز وصندوق الاستثمارات. صندوق الاستثمارات. نعم، لأن احنا عندنا استثمارات مع صندوق الاستثمارات، سواء كان في الإي كوميرس أو في أمريكانا في الأطعمة والمطاعم، وكذلك عندنا مع الصندوق في مدينة الملك عبد الله، فهذا بيكون استثمار جديد إن شاء الله مع بعض. هنا السؤال، لولا هذه الشراكة مع الصندوق. نعم. اللي هو بينافس وموجود بالقطاع العقاري. نعم. هل أعمار قادرة اليوم المنافسة في السعودية مثل ما نافست في دبي؟ والله نحن يعني كشركة مساهمة عامة ما عندنا يم رحميني، فلذلك في دبي على مدار 29 سنة كنا ننافس 4 شركات حكومية، وأنا دائما أضحك معهم أقول لهم والله أنتوا حظكم، أنتوا شركات حكومية والأرض ببلاش، ونحن نشتري الأرض بأعلى الأسعار، والحمد لله أن يعني نحن نتائجنا الربع السنوية تبين أن ربحنا أكثر من ربحكم. فلا، المنافسة بوجود الرجال والبنات اللي معانا في المؤسسة وكان مرج. بس الحكومة تملك حصة بأعمار، ما ساعدكم هذا الموضوع؟ الحكومة مالك 20% 22%؟ لا والله لا يزعلون علي، لا والله ما ساعدونا في شيء، عندهم 4 شركات حكومية يساعدون ربعهم ما يساعدون نحن. لكن بعض الأحيان يقولون لا والله يلا ناس شطار ما يحتاجون مساعدة، مشكورين. سيد محمد، ما دام نحن عند حسن ظنهم نحن بخير. يعني اليوم ترى بعض الأحيان بعد الضغط زينة، منافسة زينة، تبين على ما يقولون الإنجليز who are the boys and who are the men. وهل هذه المنافسة أيضاً زينة برأيك بين السعودية ودبي؟ والله شوفي، لو تنظرين إلى المنطقة العربية نحن قرابة 400 مليون، أوروبا 400 مليون، أوروبا الجي دي بي 19 تريليون، المنطقة العربية مع البترول
الجي دي بي 5 تريليون، بدون البترول يلا يلا نوصل تريليون واحد، مبروك علينا. ف يعني كيف 19 تريليون 400 مليون، و 400 مليون مع البترول 4.5 تريليون، معناته نحن دولنا ومدننا نايمة. أوروبا 400 مليون عندهم ميلان، عندهم هامبورغ، لندن، ميونخ، روم، برشلونة، باريس. يا سلام، أجمل مدينة. نحن شو عندنا؟ عندنا دبي، كانت عندنا بيروت، الله يصلح حالهم. فلذلك نحن نحتاج السعودية أنمور عشان نرفع الـ 5 تريليون to 19 تريليون. ترى المنافسة تحرك العالم كلها، صح ولا؟ ولكن كذلك يعني لما أفكر أنا أشوف أقول والله كم عدد السواح اللي يجون أوروبا؟ 600 مليون. 600 مليون، طبعا اليوم السياحة والتجارة كلهم مع بعض، ها؟ كم عدد السواح؟ لا ربعنا في 400 مليون، يلا يلا نوصل 20 25، يلا نكرمهم 40 مليون. لذلك السعودية لازم تسوي أكثر عشان نرفع، مصر لازم تسوي أكثر. فلازم ننظر نظر. وبعدين شو نحن في القطاع الخاص ونحب الحكومات يتنافسون، يبدون يعدلون في قوانينهم كلهم بسرعة، فالمستفيد الأكبر هو نحن القطاع الخاص. لذلك يعني إذا السعودية ما تحركت من يتحرك؟ ولكن نبغي مصر تتحرك، نبغي شوي يصيبهم الحسد أن أوف الإمارات السعودية، نبغى ربعنا الله يكون في عونهم في الكويت، ربعنا في العراق الله يسهل عليهم. يعني جمال دمشق وجمال بيروت، ليش ليبيا في العز اللي عندهم؟ فلذلك أنا أعتقد، وشوفي الحمد لله رب العالمين، من يوم ما بدأت السعودية تتحرك والله أنتوا السعوديين تباركتوا علينا. السعودية في نمو قوي، ودبي تنمو 30% في السنة. قبل حركة السعودية ما كنا ننمو 30%، كنا فرحانين ب10%. أنا أعتقد أن لازم ننظر لرقم أكبر من هذا كله. بس هل من العدل المقارنة دول مثل لبنان، مصر، ليبيا مع دول الخليج؟ يعني هناك في أزمات اقتصادية، نعم، ودول الخليج في وفرات مالية. السعودية الله يطول عمر شيوخنا وأمراءنا وملوكنا، أيام ما كان البترول زين وأيام ما كان البترول شين، ما كان شيء موجود في السعودية، ما كان في حركة في السعودية. فأنا في نظري أن ما أعتقد أن وجود بترول أو وجود دخل له علاقة. دبي ما لها فيه، ما فيها بترول. البحرين فيها نمو، ما فيها بترول. فأنا في نظري يعني هي شو 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 إدارة وشو ليدرشيب، شو قيادة عندنا نحن لها رغبة بأن تحسن مستوى معيشة الإنسان، عندها غيرة على بلدها، عندها غيرة على جيرانها وعيال عمها اللي يشتغلون زين، يقولون والله بنكون مثلهم، لا أنا بنكون أحسن منهم. فلذلك أتمنى يا رب إن شاء الله أن اللي صار في السعودية أنا متأكد بيستمر، ولكن إن شاء الله ربعنا اللي حوالينا كمان يجيسم هذا، يجيسم نفس البلوة الطيبة هذه، على أساس أن 400 مليون يتحسن دخلهم، يصير في نمو اقتصادي، في علم. العلم اللي صار في السعودية خلال الفترة اللي مضت علم جبار. لذلك بعد لا ننسى، ما ننسى إحنا نحتاج العلم كذلك. أنا والله العظيم ما في مؤتمر ولا اجتماع في السعودية إلا أحضره، لأن أنا صرت أتعلم. السعودية الآن الإنوفيشن اللي فيها والفكر اللي فيها it's something that ضروري نتابعه، ضروري نتعلم منه. بس ما نقدر، ما شاء الله سموه الأمير محمد بن سلمان ما شاء الله متعبنا، يعني على كل الجهات شغال، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، الله ينصره ويوفقه يا رب. سيد محمد، بدي رأيك هلأ
باللي عم بيصير بالقطاع العقاري بالسعودية من خبرتك الطويلة في دبي. اليوم ذكرت موضوع أنه عم تبنوا فنادق. اليوم إذا طلعنا على مدينة الرياض، مدينة الرياض أكيد كلنا بيعرف ما في فنادق كافية لاستيعاب الكم الهائل من الزوار. مدينة مثل الرياض اليوم فيها شي 30,000 غرفة فندقية، مقارنها مع دبي شي 150,000 غرفة فندقية. هناك مجالات كبيرة في هذا للنمو، يعني في هذا المجال أكيد من هلأ لعام 2030 في كم هائل من الغرف الفندقية داخلة، بس معظمها من 4 إلى 5 نجوم. هل هذا ما هو مطلوب برأيك؟ أنتوا عندكم The Address 5 نجوم، عندكم The Roof يلي هو 3 نجوم، ودبي استوعبنا هذا الموضوع وبلشتوا تطرحوا فنادق من فئات أقل، 4 نجوم في دك. ما رأيك؟ والله أنا دائما لما أشوف أركب مثلا الطيران السعودي ولا طيران الإمارات أشوف 20% بزنس كلاس وفيرس كلاس، بزنس كلاس وفيرس كلاس 20% وباقي الربع في الإيكونومي. في الفنادق عكس عكاس، نحب نسوي فنادق 5 نجوم. ليش؟ لأن لها هيبة، لها زقود فوضى إيجو. ترى كثير من استثماراتنا يعني تبغي تملك فندق 3 نجوم ولا 5 نجوم؟ 5 نجوم كشخة يا أخوي. ولكن الحقيقة أن الـ 4 star 5 star that's where the volume is. بس يعتمد هل أنت مثلا في سياستك السياحية ودك تستقطب 3 star و 4 star، ولا ودك تستقطب more من الـ 5 star، أو ودك تسوي balance. فاعتمادا على سياستك في نوعية الزوار اللي أنت ودك يوصلون. ولكن ما تقدر تغير الفورمولا بين الطيران السعودي وطيران الإمارات وطيران الإخوان وأهلنا في قطر، أن 20% business first class 80% economy. تجربتنا نحن عندنا تقريبا 12 فندق 3 star roof، شغلنا ممتاز. لكن صممنا فنادقنا حيث أن roof يعني مثل W hotel، بس الغرفة 290 ريال، لكن كذلك تكلفة الغرفة، الأدرس، الغرفة تكلفنا 700,000 دولار، وروفي كلفنا 100,000 دولار الغرفة. فكذلك عندك فن في التصميم وفي التكلفة، فيعتمد على السوق، رغبة السوق الموجودة. وأصحاب الفنادق شطار، يفهم السوق، يدرس السوق. ولكن لازلنا أغلبنا نحب نسوي 5 ستار كشخة، واحد يملك فندق 5 ستار برستيج. سيد محمد بابا أنا كثير وقت، لكن على هذا الموضوع بس ودي أنا أشارككم في رقم على موضوع السياحة. تعرفين أن عدد سواح العالم هم فقط 3% من سكان العالم. 3% فقط من سكان العالم هم اللي يسافرون. فلذلك النمو المستقبلي في مجال السياحة الكل يوعد 6% سنويا. ولكن لو نظرنا إلى نسبة الأمريكان اللي يطلعون للسياحة، هذا الرقم المخيف، هم قرابة 70%. الأوروبيين 50% من الأوروبيين، 400 مليون. بس البلوى أن عندي أنا 1.5 بليون، مليار ونص، خلنا نقول مليار ونص في الهند، مليار ونص في الصين. الصين وصلوا إلى 10% بس يروحون سياحة. فهذه لازالت أمامها تطور قادم. ولكن في الهند 2% السواح اللي يطلعون برا الهند. فلذلك مجال السياحة بصفة عامة مجال مستقبله قوي. دخل أقل بالطبع بالهند. طيب عند دقائق قليلة يجب أن أسألك عن توقعاتك للسوق العقاري في دبي. أكيد السؤال دائما بيسألوك إياه. ما حدث في العام 2023 استمرار للزخم، مستويات قياسية من الصفقات العقارية في دبي، ارتفاع استمرار بارتفاع الأسعار، ارتفعت تقريبا 20% في العام الماضي. ماذا تتوقع لهذا العام؟ والله أنا قلت سابقا بأن الأسعار هذه أسميها الأسعار الخيالية، اللي يقول لك والله بيت على البحر 300 مليون، وهذه حقيقة صايرة يعني، هذه يعني أخاف منها أنا. ولكن كذلك في الفئة العادية، إذا كانت الشقة مثلا المتر ب20,000 أنا مطمن. لكن ما أحب أشوف نمو سريع
في الأسعار، لأن هذا النمو السريع وراء بلوى. لو نظرنا للنمو اللي صار عندنا نحن مثلاً خلال 2023 كان النمو وصل قرابة 28% في الفوليوم. السعر بالنسبة لنا نحن ارتفع كذلك، يعني 15% أعتقد. 22 إلى 23 كذلك كان نمو قوي 30% في المبيعات. اللي صار في دولة الإمارات وخصوصا مدينة دبي أيام الكورونا والانفتاح اللي صار في المدينة والخدمات الطبية اللي تقدمت، الأغنياء اللي في العالم انتبهوا. أنا عندي فلوس مسجون، بس في ناس هذه طبيعتهم غريبة عجيبة، تعال عيش، يو جربوا، بعد التجربة ما رجعوا. يعني ما صدق، أنا عندي صديق عزيز علي استغربت، عنده ما شاء الله شركة عقارية في التشيك ب20 مليار، اكتشفت أنه اشترى بيت ونقل لدبي. شقة عقارية ب20 مليار؟ شو هو عنده شركة عقارية. شركة عقارية. طبعاً عندنا نحن كذلك الهنود التجار أغلبهم صاروا ينقلون مكاتبهم الرئيسية. فأنا أشوف السوق لا زال بخير. أنا ما أشوف طفرة في الأسعار، ولكن أشوف أن السوق بخير، السعر لا زال جيد بالنسبة لنحن، جيد بروفيت مارجن جيد، فالواحد لازم يكون عقلاني. فلا زال السوق ثابت. يعني بتتوقع استمرار بأسعار العقار بالارتفاع ولكن بوتيرة أقل؟ أنا ما أعتقد أن يعني ارتفاع. أنا أعتقد الارتفاع مع تدريجي مع التضخم بيكون موجود. بعض المناطق أسعارها ممكن ترتفع أكثر من بعض المناطق الثانية، ولكن الأسعار الحالية جيدة للمطورين، فيها هامش ربح والفوليوم جيد. أنا ما أشوف يعني سبايك وارتفاع حاد في الأسعار. بتشوف تصحيح بفئات معينة؟ اليوم تقرير لـS&P عم بيقول في 40,000 وحدة سوف يتم تسليمها في العام الجاري والعام المقبل. بالمتوسط احنا بنتعود على 15-30,000 وحدة، بالتالي هل رح يكون في اوفر سبلاي؟ لا، انا اقول يفرق من مبنى لمبنى. المباني المقابلة للبحر مثلا، احنا على البحر في مدينة دبي، اللي باع بأسعار جنونية انا اعتقد هذا يمكن يتأثر، لكن اللي باع بأسعار معتدلة وفيها هامش ربح جيد وسعر جيد، نحن مثلا عندنا عمار بيتش، يعني في ناس كانت تبيع بأسعار جنونية، نحن لا، نحن بعنا بأسعار معتدلة فيها ربح جيد لنا وفيها سعر جيد للمشتري، أنا أعتقد هاي ما بتتأثر. فيعتمد كذلك من مبنى لمبنى. في اعتقادي الجنسيات، الروس كانوا لاعب أساسي، نعم، خرجوا من السوق هلا. الروس نزلت العملة عندهم، فلذلك يقولوا تعالي إذا نزلت العملة واللي اشتريته ارتفع 30% والعملة نزلت 30%، أنا عندي هامش ربح 60، فلذلك طبيعي الإنسان يمكن يبيع. الصينيين في تباطؤ اقتصادي بالصين. لا، الصينيين دائما هم 15% 12% من السوق، تجي أشهر موجودين تجي أشهر مش موجودين في السوق. غير جنسيات؟ نعم، غير جنسيات. اليوم الهند جنسية مهمة. الإمارات، عندنا الإمارات كذلك عندنا شراء قوي. أوروبا بصفة عامة، بريطانيا 4-5% شهريا من مبيعات لبريطانيا. كثير من الناس الموجودين في بريطانيا اللي عنده جواز بريطاني بس هو مش من بريطانيا يطلعون. كثير من الناس الأجانب اللي ساكنين في بريطانيا بسبب نظام الضرائب كذلك يطلعون. سؤال أخير سيد محمد، انتهى وقتنا، بس تحدثنا عن الفرص العقارية الموجودة بدبي بالسعودية، بعرف عندكم استثمارات حول العالم، إن كان من أعمار أو إيجل هيلز، حتى عندكم استثمارات بإثيوبيا. أي سوق تنظرون إليها في الوقت الراهن لتتوسعوا فيها، بتلاقوا فيها الفرص العقارية الأفضل؟ والله في دبي اشترينا أراضي كبيرة مؤخرا بحجم كبير، لأن السوق لازال بخير، وأنا أعتقد بيكون في شح في الأراضي في مدينة دبي. أنا عندي تركيز قوي على شرق أوروبا، يعني كل البلدان هاي نحن غطينا كلها، ألبانيا، كرواتيا، صربيا، هنغاريا، لاتفيا، بيلاروس، الدول هذه كلها عندنا مشاريع كبيرة فيها، وهامش الربح فيها صراحة أحسن من المنطقة العربية. والمخاطر مقبولة بالنسبة لكم؟ يعني أنت في الإيو، مخاطرها معقولة.
شكرا جزيلا لك محمد العبار. أشكر. شكرا. أشكرك. شكرا.